شوقا إلى المولى أتاني، أسلمت روحي للإله، بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. Daniel och jag är rektor för två gymnasieskolor, en i Stockholm och en i Göteborg. Jag har studerat vid Handelshögskolan i Stockholm och bredvid dessa ekonomistudier har jag också läst religionshistoria, idéhistoria, filosofi och 8 språk på universitetet. Jag blev muslim för 15 år sedan och för närvarande bor jag i en förort till Stockholm. ولدت في عائلة ثقافية وأحببت الفنون الجميلة ودائما في القرون الماضية الفنون كانت جميلة جدا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وهذا الحديث تأثر علي كثيرا لأني فهمت أن الجمال من الله. عندما ترك الإنسان الخالق لا يبقى من الجمال شيئا. في عصرنا الحديث انتهى الجمال. كيف أوصلك إلى الإسلام؟ في اللحظة ذي الحاسمة أنا فهمت عندما موجود خلق من الضروري أنا هناك أيضا خالق. دخلت المكتبة واشتريت قرآنا مترجما هناك، وهذا كان أول القرآن الذي قرأته. أحيانا يسقط الناس من قوة القرآن ومن عدم آياته، وقال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، التأثير على كل حال قوي. طبعا كنت سعيدا في تلك اللحظة، ولكن ما كانت لحظة الحاسمة في حياتي. أنا كنت أبحث عن الحق في مدة طويلة فعلا، وكانت الشهادة بداية جديدة وأيضا نهاية. بداية ونهاية. نعم، نهاية بحثي. نعم. بحثي عن الحق وعن الإسلام. نعم. وأنا دائما ظننت أن واجب علي أني أقرأ كل القرآن قبل أن أسلم. الله أكبر. أنا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نحن نريد إنسانا متكاملا الذي يستطيع أن يعمل بعقله وبيديه أيضا. اعملوا ثم توكلوا على الله. عمل مهم جدا، ودائما في البداية واجب عليك أن تعمل وتعمل وبجهود كبيرة. وقال الله في القرآن مثلا عن الكفار فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الله أكبر. وعن المنافقين قال أيضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. الله أكبر. وعن المؤمنين قال الله في القرآن أذكروني أذكركم. الله أكبر. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم. وهنا عمل، ولو من المنافق ومن الكافر، هنا عمل وبعد ذلك النتيجة من الله.